هذه تصلح خليوها، وهذه هذه تعش كيفاش طيشها، شنو طيشها؟ ليل الخساره سليب يذني في ليل الخساره مع حمادي برباشي في اذاعه اي اف ام 100.6 بي اي صحيت يا سجيعه. هي ليل الكسكسي يعطيك الصحه، يعطيك الصحه والله، حتى انا ضربتها قد قد الحمد لله. اوه توا يلزم الواحد يضرب لها كويس تيم نعنع يعمل 66 كيف من يدين مرتي الغالية. يا سجيعة سجيعة وينو كويس تيم؟ ايا باي باي فيسع فيسع مش يبدأ الفيلم تاع اسماعيل ياسين. اوه جو سبع ضحك من الفيلم. يا سجيعة يا عادة يا ستار يا جبار، يا ستار يا جبار، اوه ترزينا فيه التي تكبب كله. يا اخي مش شفتيش الثانيه بتاع الزربيه يا سجيعه؟ هيا ما يسهلش ما يسهلش، قوم قوم تكبر وتنسى. كيفاش؟ تمسكوا الزربيه مشاو بالتي سيل مالي تحت. وش عبالك وادي عصابك يا سجيعة؟ قالوا طيشهم تاو يجي منه هو تيلي الخسارة رجلك حمادي بربيشة وما يدراك وانت تقلي 6 من 17. هاني باش نقلك كيفاش يتنحتي. ألور الاستي سهلة مهلة، كان التي مازال كيتكب على البشكم ولا على أي قماش كيما اللي صار لسجيعة ومرتي. بي 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 يعني سكت يعني سكت حاسيلو ما عليكم، كان اتحكوا البقعة بتاع التي بصفر العظام المخلط بالماء الدافي، وكان البقعة عندها برشة وقديمة ما تخافوش تنسموا تنحيوها ومن غير ما تحكوا جيس تاخذوا شليقة تبلوها بشوية ماء مخلط بالكليسيري وتنزلوا على البقعة متاع التي تقوش عليكم باش تطبعوا داكوردو. لديز استيس هذوما بالنسبة للدبش ولا القماش الملوني، أما كي يبدأ قماشكم أبيض تنزموا تنحيوا بقعة التي بشوية ماء مخلط بالصابون العادي، وكي ما تنحاش تاخذوا شطير كعبة قارص وتعصروا شوية على البقعة ومن بعد تغسلوا بالماء البارد. باهي وباي باي مع السلامة بقعة متاعتي. يلا ليل الخسارة بدا اليوم وفيت، ميرسي خاطر تبعتونا، يد ما في عصر جديدة مع حمادي بربيشة، باي باي. ليل الخسارة.